السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا شباب في فيديو جديد. هنتكلم النهاردة عن طريقة تحميل وتثبيت ألعاب بلايستيشن 4 على الجهاز المهكر. الملفات اللي قدام حضراتكم دي ملفات التحميل بتاعت اللعبة اللي احنا بنحملها من مواقع تحميل الألعاب. طبعا حضرتك لو حملت أي لعبة هتلاقيها بالطريقة دي، بتلاقي الملفات 300 ميجا او 400 ميجا او 500 ميجا على حسب اللي بيحمل اللعبة، وهتلاقي اخر ملف هو الملف الصغير. دي لعبة بيس 18 المعدلة اللي هي عليها باتش. فطبعا بعد ما تحملها بالطريقة دي بتيجي على اي ملف من الملفات دي وبتعمل فك الضغط للملفات دي كلها. تمام، بعد ما تفك الضغط على الملفات دي بيطلع لك ملف واحد كبير اللي هو ملف اللعبة بصيغة بيكي. تمام، فطبعا بعد ما بتفك الضغط على الملفات دي زي ما قلنا بتطلع لك ملف اللي هو الملف اللي انتو شايفينه قدامكم ده، وهتلاقيه مساحته بنفس مساحة الملفات دي كلها. الملف هنا مساحته 25 جيجا، وده اللي احنا هنستخدمه في الفلاشة بتاعتنا. هنبتدي ندخل فلاشة اليو اس بي او هندخل الهارد ديسك للكمبيوتر، ونبتدي نعمل الفرمطة للهارد ديسك على صيغة اي اكس فات، ونحط له اللعبة دي عشان نقدر نحملها على البلايستيشن 4. هبتدي في تركيب الهارد ديسك. طبعا انا مفرمطه وحاطط اللعبه قبل كده، فانا مش هفرمط، لكن طريقه الفرمط زي ما انت عارفين طريقه سهله. بتعمل بتضغط على تهيئه وبتهيئ الهارد ديسك على اي اكس فات. دي اهم حاجه، لان لو شغلت على اي حاجه غير اي اكس فات مش هيشتغل معاك الهارد، ومش هتقدر تحمل اللعبه او مش هتقدر تثبت اللعبه على البلايستيشن 4. بعد عملية التهيئة انت بتدخل على الملف وبتحطه هنا في الفلاشة او في الهارد ديسك، وبتاخد الفلاشة والهارد ديسك اللي معاك وبتروح لجهاز البلايستيشن علشان تثبت اللعبة. يا شباب طبعا طريقة ارسال الملف طبعا مفيش اي مشكلة. طبعا انا الملف بعته قبل كده فمش هي، فبيقول لي ارسال مرة اخرى فبقول له لا. نروح لجهاز البلايستيشن يا شباب ونشوف الطريقة بتاعة تثبيت اللعبة ازاي. طيب انت بتفتح التعديلة بتاعتك، ايا كانت نوع التعديلة هي كلهم بيفتحوا معانا الديباج بتاع الجهاز. بعد ما فتحت التعديلة لازم تعمل اغلاق للنافذة، ده اساسي عشان الجهاز ما يفصلش معاك او ما يرسترش معاك، وده عيب معروف عندنا ان احنا بنطلع من الصفحة من غير ما نرستر، من غير ما نقفل الصفحة الرئيسية. طيب ننزل ندخل على قائمة الاعدادات وننزل على اخر اختيار تحت اللي هو ديباج سيتنج، تضغط عليها وبتضغط على جيم، وبعد كده بتضغط على الاختيار الثاني اللي هو باكيجز انستل، وهتلاقي اللعبة اللي احنا حملناها اهي قدامك بالطريقة دي. هتضغط عليها اكس، هتدخل معاك على التثبيت على طول. بيقول لك جاري التثبيت، هننتظر تقريبا من 10 ل 12 دقيقة. اكبر لعبة بتاخد ربع ساعة في التحميل بتاعها، بس طبعا انت بتشغل التثبيت بتاع اللعبة وبتسيبها شوية وهي بتحمل. هسرع لكم الفيديو علشان نكمل بقية الشرح. طبعا في الفترة دي حضرتك المفروض تعمل لايك للفيديو، ولو ما كنتش مشترك برضو تشترك في القناة وتفعل لنا زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد.
وان شاء الله نحاول ان احنا نقدم لكم في الفترة دي فيديوهات، لان احنا مقصرين معاكم في الفيديوهات. كده يا جماعة هيخلص تحميل اللعبة، وهيقول لك تم التثبيت، وهيدي لك في فوق في الشاشة بتاعتك تم تثبيت اللعبة، وهندخل على التنبيهات وهنشوف اللعبة اتثبتت ولا لا. طبعا اللعبة دي اللي هي 2018 بالباتش بتاعها. هنعمل خروج وهندخل على التنبيهات، وتضغط على التنزيلات وتنزل، هتلاقي اللعبة اتثبتت. هنفتحها، هتضغط عليها اكس، هيقول لك بدء اللعبة. كده اللعبة معانا اتثبتت وتقدر تلعبها بدون اي مشكلة على اجهزة البلايستيشن 4 المهكرة 505 او غيرها من انواع التهكير. طبعا على الجهاز ده كان في بيس 18 القديمة، اللي هي البيس 18 الاصلية، ودي بيس 18 اللي هي فيها الباتش، فده ما يتعارضش مع بعضه، لان ده باكج وده باكج تاني، فينفع ان هو يبقوا لعبتين بيس 18 على نفس الجهاز. بس هتلاقي دي لعبة ودي لعبة تانية خالص، زي ما احنا بنغير التمنتاشر لتسعتاشر، وبنغير التمنتاشر لعشرين في الالعاب المهكرة. لو حد يعني بيغير الالعاب فهيعرف ان ممكن يحمل اتنين تمنتاشر او تلاتة تمنتاشر، اهم حاجة يبقى الباكج مختلف عن بعضه. ان شاء الله يكون الفيديو فاتكم، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.